يا جايز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى. مرحبا بكم في القناة ديالي الجديدة اللي إن شاء الله خصتها من أجل التصميم أو الديزاين في الفوتوشوب. إذن كخطوة أولى كنطلب من أي واحد كيتفرج فينا أو لا هو جديد في القناة أنه يشترك معنا في القناة وبارتجي هذا الفيديو مع الناس اللي عزاز عليه والناس اللي كيحبوا انهم يتعلموا الديزاين او لا الفوتوشوب. اذا ان شاء الله غادي نبداو الخدمه في الفوتوشوب كدرس اول ان شاء الله. اولا غادي نبغي انني نقرب لكم شنو هو البرنامج ديال الفوتوشوب كيف ما كتشوفوا معنا في هذه الشاشه هذه. اذا الفوتوشوب اخواني هو عباره عن برنامج مخصص للتصميم او لا الديزاين ديال كيف ما تنقولوا ديال الاشياء او لا المجسمات. اذا قامت الشركه ديال ادوب بصناعه هذا البرنامج هذا ديال الفوتوشوب او لا الكلمه المختصره ديالو هي بي سي كيف ما كتشوفوا معنا هنا اللي هي كتعني فوتوشوب. اذا هذا البرنامج هذا دارته الشركه ديال ادوب او لا ادوبي باش انها تعطي الفرصه او لا تعطي واحد الحافز للناس اللي هما كيحبوا انهم يصنعوا او لا يصمموا بعض الاشياء اللي هي بعض المرات كتفوق الخيال ديال الانسان. اذا البرنامج ديال الفوتوشوب الاخوان يعني في هذا الدرس ديالنا الاول خصنا اولا نعرفوا شنو هو هذا الفوتوشوب. هذا هو برنامج يعني قامت به الشركه ديال ادوبي للناس اللي كيحبوا الديزاين والتصميم. اذا اليوم ان شاء الله الدرس ديالنا ديال اليوم اللي هو مهم جدا هو كيفاش انني يعني نقدم او كيفاش انني نصنع الاشكال الهندسيه، كيفاش انني ندير الاشكال الهندسيه في الفوتوشوب. اذا على بركه الله غادي نبداو، وقبل ما نبداو غادي نحب نشرح لكم يعني الايقونات اللي كاينين هنا في الفوتوشوب كيف ما كتشوفوا معنا. اذا هنا كاين الفايل او لا الملف ديالك. اذا هنا كتقدر تحل بروجي جديد او لا كتكليكي على كنترول زائد ان او لا اوبن يعني كتفتح البروجي اذا كان عندك ديجا شي بروجي يعني من قبل. هنا ايديت كيف ما كتشوفوا معنا هنا كيخول لي انك بعض الاحيان انك تقدر يعني دير واحد الخطوه اللي هي للخلف او لا للامام. على سبيل المثال ارتكبتي مثلا واحد الخطا في الديزاين ديالك فتقدر هنا انك ترجع يعني ستيب فورورد، يعني هنا ستيب فورورد انك تزيد لقدام او لا ستيب باكورد يعني ترجع للوراء باش انك تصلح الخطا ديالك. ومفاتيح مختصره ديال هاد الايقونات بجوج هما الا بغيت نزيد لقدام هي شيفت بلس كنترول بلس زيد، وإلا بغيت نرجع للخلف هي الت بلس كنترول بلس زيد. غادي تكليكي عليهم يعني في الكلافي ديالك باش انك تقدر تتحكم في هاد جوج ديال الشروط باش انك يعني تسهل الخدمه على راسك. ايضا كاين ايميج، هنا ايميج كتقدر انك تعدل التصويره ديالك، وكاين ليرز يعني تزيد بعض ليريات او بعض التاثيرات. تيب هنا كتقدر تحكم في الجراف البروغرام ديال او الكاركتير ديال الحروف اللي غادي تحاول انك يعني تكتبها بعض الكلمات. كاين سيليكت هنا كيخص يعني الديزاين، هاد الخانه اللي كتخص الديزاين. كاين الفلتر هنا كدير لي فلتر ديالك اما تضبيب او لا التعتيم او لا اشياء من هذا القبيل. هنا كاين طروات ديال الاخوان اللي هو مهم بزاف لبعض الناس اللي كيديروا الديزاين. اذا الطروات دي هو مهم بزاف. الفيو هنا ممكن انك تحكم يعني بالشاشه ديالك كيف ما كتشوف، ممكن تحكم بالشاشه ديالك، ممكن انك تزيد مثلا الخطوط ديال الخطوط اللي كيقودوك باش انك يعني ترسم الاشكال ديالك بشكل صحيح يعني لي جايدز لاينز. هنا كاين ويندوز هنا كيف ما كتشوف معنا الكاركتر كلون سورس، يعني ممكن
هنا انك تقوم ببعض الاضافات للديزاين ديالك. هيلب هنا كاين مساعده، الا بغيتي تطلب شي مساعده مثلا في الفوتوشوب، بغيتي تعرف على شي حاجه فكتمشي لهيلب. اذا على بركه الله غادي نبداو بالدرس ديالنا ديال اليوم، وكنتمنى نكون ما نكونش طولت عليكم، وهذا من قبل يعني من قبل هذا من اجل المعلومات ديالكم فقط. اذا هنا نيو كنفتح البروجي ديالي، اولا هنا كنمشي يعني الابعاد اللي بغيت يعني انهم يتفتحوا عليه هذا البروجي، هذا يعني الاطوال ديال البروجي ديالك. اذا على سبيل المثال غادي نختار هنا 1280 اللي هي مخصصه كيف ما تنقولوا الصوره ديال اليوتيوب، 1280 على 720. هنا كاين لي بيكسلز ولا يعني اش من وحده بغيتي هاد الابعاد انهم يكونوا فيه. كاين البيكسلز، كاين الانش، كاين السنتيمتر، كاين المليمتر، كاين البوينتس، كاين البيكس، كاين الكلومس. دائما كنفضل انني نختار البيكسل حيت هو كيكون يعني هو المتداول ما بين الناس اللي كيخدموا في الفوتوشوب. اذا على بركه الله كتكليكي على اوكي، وكتفتح ليك هنا الشاشه اللي انت اختاريتها بهذه الابعاد. اذا كاينين هاد لي غريد هادو اللي بغى انه يحيدهم مثلا كيكليكي على كنترول ار، واللي بغى يرجعهم كنترول ار وكيرجعوا هاد الابعاد هادو باش انك تعرف في الرك. اذا على بركه الله الا بغيت نمشي مثلا انا ندير مثلا واحد الشكل اللي هو مربع، فكنمشي لهاد الايقونه هادي، كنختار كنكليكي على الزر الايمن يعني في الفاره ولا السوري كيف ما تنقولوا بالانجليزيه الماوس، كنكليكي على الشكل اللي بغيت. على سبيل المثال غادي نختارو ريكتانجل اللي هو مستطيل ولا مربع، كتختار هنا اللون اللي بغيتي يظهر عليه، كنختارو مثلا الاحمر. هنا كنبدا نشكل يعني الشكل ديالي كيف ما بغيت، اما مربع او لا مستطيل او لا خط، يقدر يكون خط يقدر يكون على اي شكل انتهت فيه الكليك ديال السول. اذا غادي نختار اننا ندير المربع هكذا. ايضا الى بغيت ندير مستطيل كنكليكي على ايقونة يسرى لسلي الفقرة. اذا هنا كاين الريكتانجل راوند او راوندد ريكتانجل، كيفاش هادي يعني هاد الريكتانجل ولا مستطيل تيكون يعني الا كتلاحظوا معايا مهرشيه في هاد الحرف، هو المعنى ديال هاد الشكل. ايضا كاين هذا اللي هو البيستور عفوا، اللي هو دائره، نختار ندير دائره، نختار لها لون مخالف، نرجع هنايا باش نختار الاخر لون مغاير باش يبانوا الاشكال على حده. كنرجع للشيب ديالي، هنا كنختار الشكل ديال المعين، كنختار ليه لون مغاير. هنا كاين لاين الخط كما كتشوفوا، كنختار ليه اللون الاسود مثلا. وكاين في الاخير اللي هو كاستم شيب او لا شكل يعني اخر كيف ما تنقول بس الترجمة الحرفية، اشكال اخرى. هنا كتختار الشكل اللي بغيتي، على سبيل المثال كتختار هذا وكتختار ليه اللون، كترجع للشيب ديالك
كتخلي اللون مثلا واحد. وكاينين اشكال اخرى طبعا اللي كتمشي لهذه الايقونه هذه. هنا كاين اشكال اخرى وممكن انك تحمل اشكال اخرى. غادي نخلي لكم الرابط تحت الفيديو باش انكم تقدروا تشارجيو مجموعه ديال الكاستم شي. اذا الى هنا يعني كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا في هذا الدرس الاول هذا، وكنتمنى انكم يعني تكونوا تعلمتوا شويه في هذا الدرس ديال كيفاش انني نقدر نشكل واحد الشكل في الفوتوشوب. اذا الى عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنساوش انكم تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم اللي كيحبوا انهم يتعلموا البرنامج ديال الفوتوشوب، وما تنساوش بالاشتراك معنا في القناه، فهذا الشيء كيدعمنا بزاف. تبارك الله عليكم، الى فيديو اخر ان شاء الله.